يا صبايا ويا شباب، خليني أقلكم شي. مرت علينا كتير أحداث بهالبلد، شي قريت عنه وشي سمعت عنه وكتير إشياء عشتها وبترافقني دايما، من حروب خارجية وداخلية، من اجتياحات واحتلالات، من انفجارات واغتيالات واستهدافات، من أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية وانقلابات وانتفاضات وثورات، وصولا لانفجار مرفق بيروت اللي هزنا كلنا وهز العالم كله. بتذكر فترة الحرب وكل واحد منا عايش على طريقته. بفترة أنا طوعت بالجيش ورحت على الجبهات، وبفترة نضلت بمنطقتي المحتلة من خلال المنشير، وبفترة كنت ناشط بقصر بعبدة، وبفترة كنت بالجامعة أقطع 7 حواجز تأوصلها أو أخذ الطيارة من مطار الإليقاط لمطار بيروت. بس بهداك العمر بوقتها الشاب بشوف صور وإشياء بطريقة مختلفة عن الأكبر منه. الصور البشعة يلي رسمت لنا إياها الحرب، كان في عنا صور حلوة مقابيلة عم يخلينا قلبنا وعقلنا نرسمها وكانت تطلع أحلى. حتى لما انسحق عسكريا ولأنه ما أعطاهم توقيعه، علقت ليلة 13 تشرين فوق تختي صورة له مكتوب عليها لأنك كرامتنا، قد ما كان معبانا كرامة. وقلت ما بشيلها إلا ما يرجع، وقلت رح يرجع. هيدي الصورة بقيت على الحيط توقع وارجع للزقة للضاين لوقت رجعته. صورة على الحيط وصور كتير بقيت براسي. هالصور بالنسبة لكتار كانت هزلية واعتبروها أوهام بعيدة عن الواقع. قال شو حرية سيادة استقلال؟ أوهام. أنا وبعض رفاقي بعد ما خلصت الحرب ب 13 تشرين سميناها أحلام. هو قالنا أحلى شيء عند الإنسان الحلم، حافظوا عليه وما تخلوا حدا يشلحكم إياه. بالحياة الحلم هو وليدة نوايا صغيرة تربى مع الإنسان بحياته اليومية. أصعب شيء تجبر إنسان أو تقنعه يحلم. نحنا بوقتها ما حدا جبرنا، نحنا قررنا نحلم وبكامل وعينا. يمكن الحق على الرحابنة، صوروا لنا تاريخ لبنان بكم مسرحية وصرنا الناضل كل يوم لتتحقق الخبرية. عشنا معهم على المسرح الخبرية والحلم، وعشنا معه بالصوت الواقع والحلم. من بيترا لجبال الصوان وسافة 840، وخاصة مشهد سيف البحر، كانوا يحاكوا واقعنا ويحركوا كرامتنا ويخلوا هالحلم يكبر بعقولنا. هيك كنا مجموعة مش كبيرة رفضت بعد الحرب كل التسويات وما هيدا نتحدى، ووقفت بوجه الكل وقالت نحنا قررنا نحلم بالعودة، بالحرية والسيادة والاستقلال، وبعدين بالتحرر. حبس، ظلم، ملاحقات، محاكمات، ضرب، مش مهم، المهم نحلم. ومقابل هالمجموعة كان في مجموعات كتيرة، قسم منا بينمر، قسم منا بيتفرش، وقسم كبير عن حرص أو عن استهزاء يقلنا انتو بعدكن ولاد بالسياسة. السياسة بتنطبخ برا مش بالساحات، السياسة بتطلع من قصور كبيرة مش بمنشور على الطرقات. بالسياسة بدك تبيع قبل ما تشتري، بدك تساوم حتى تقدر تحصد. انتو شو بدكم؟ بدكم تعادوا الكل مبارح مثل اليوم؟ انتبهوا، بدكم تاكلوا عنب او تقتلوا النطور؟ الايد يلي ما فيك عليها بوسة ودي عليها، مين ما اخد امي بيكون عمي. امتال هو امتال ورتناها وعلمتنا كل الزل والانصياع بدل ما نتعلم كرامة. هو علمنا الكرامة. اليوم وبعد تجربة صدقوني هودي اللي ذكرتهم كنا نسمعهم قبل 2005 كل يوم، وبعد 2005 نسمعهم بكل استحقاق.
وانتو اليوم عم تسمعون كل يوم شو بدكن فيهم؟ بعدكن تيار؟ مثل ما كانوا يقولوا لنا بعدكن عونية؟ وبوقتها طلعوا شعار عونية من دون عون. بعد 34 سنة من 88 لليوم بتطلع بحالة قدامكن وصرت مسؤول عن هيدي المجموعة ذاتها، وعم بقلكن الناطور يلي خفتوا منه سنين كرمال كم حبة عنب كحتناه وردينا الكرم لأصحابه. وهودي الولاد بالسياسة بنيوا تيار وعملوا كتلة نيابية ووزارية هزت عروش وعم بتحاصر الكل، ورح تكفي رح تكفي بالرغم من كل يلي صار، بالرغم من انه العالم كله بوجه جوا وبرا، رح تكفي ورح تنتصر مثل ما انتصرت قبل. من بيت عياري بقلب الرابية جبنا رئيس قال لهم لأسياد القصور وطباخينه، طبختكن صارت محروقة وإقلاعكن وقصوركن يلي عمرتوها من تعب الناس ومالهم وعرقهم ودمائهم بحجارة رح نعمر بيوت صغيرة لنعمر لبنان عن جديد. البيع والشراء متجذر فيكن، نحنا في نقيتنا غير، هي ركب البحار وتصدير لبنان لبرا برسالته بفكره بطاقاته يلي عمرت العالم كله. التدقيق جاي وقطع الحساب صار على آخر. أما بخصوص المساومة يلي اخترنا العقوبات عليها، وبخصوص المسايرة يلي اخترنا الكرامة عليها، بخصوص أمثالكن وعاداتكن يلي اخترنا الأخلاق عليها، من قلكن رح نبقى هون، بس هالمرة 100 بيت مثل الرابي وأربعين ألف منتس بالتيار وألوف من المراهقين وثلاثمائة ألف مجنون أو حالة مثل ما بدكم. ما منرتد وما منوقف، كنا ورح نبقى هون.